بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن السبكي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بجمع الجوامع. قال بقى مولانا، قال والأداء فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. يبقى هنا هيتكلم على الايه، على هذه المصطلحات. ايه فعله؟ لا انا عندي فعله بعض، بعض ما دخل وقته قبل خروج وقته، لانه عندك يا اما هو فعل بعض او فعل الكل، لانه بيقول والاداء فعل بعض. وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، يبقى الأداء فعل بعض، تقول فعل بعض ما دخل، بعض ما دخل، واخد بالك، أو فعل كل ما دخل، فهي بترك التنوين، صح؟ آه بترك التنوين بالإضافة، ما ترك التنوين والإضافة. طيب قال الأداء، يبقى الأداء في الاصطلاح، أما الأداء في اللغة دي قضية إيه؟ قضية أخرى. قال الأداء فعل بعض ما دخل وقته، يبقى هنا يقول لك فعل بعض، يعني إيه؟ قال له فعل بعض ما دخل وقته مع فعل البعض الآخر في نفس الوقت. بس هنا بقى الوقت ده إما أن تفعل البعض، هو البعض ده قد إيه؟ اللي مفعول داخل الوقت، والبعض الذي فعل خارج الوقت كم مقداره؟ وسواء كان هذا، وليس هنتكلم عنه، وسواء كان هذا في باب الصلاة أو الصوم. طب الصوم هيجي إزاي؟ الصلاة معروفة، بفعل البعض داخل الوقت والباقي خارج الوقت. الصيام يجي فيه إزاي ده بقى؟ ده عايزة تصوير. صلاة كان أو صوما أو حجا أو ركعة في الوقت مع فعل، لا يبقى مش هتيجي إلا في الصلاة فقط، مش هتيجي إلا في الصلاة فقط. وممكن تيجي، هقول لك أنا فين بقى، بس هنا كلام الخطيب وده تابع فيه للمحلي، بيقول ركعة في الوقت وهو إيه؟ قيد البعض. يبقى متى يكون أداء؟ إذا فعل ركعة داخل الوقت والباقي خارج الوقت. فالجميع ده يسمى إيه؟ يسمى أداء. الذي فعله داخل الوقت مع الذي فعله خارج الوقت، الجميع يسمى أداء، ولا بد من تقييده بركعة، سواء كانت هذه الصلاة واجبة أو كانت هذه الصلاة نفل. يعني افرض أنا مثلا فعلت من العصر ركعة قبل المغرب وقمت إلى الثانية، وأنا في أثناء قيامي للثانية أذن المغرب فأكملت، يبقى الصلاة دي كلها إيه؟ الصلاة دي كلها أداء. صليت صلاة الظهر ثم بعد ذلك يعني تركت السنة حتى بقي من الوقت ما يسع ركعة، صليت الركعة دي وأنا قايم للثانية أذن علي صلاة العصر، يبقى فعلت ركعة في الوقت وركعة أخرى خارج الوقت، فما تسمى هذه العبادة؟ يقول لك هذه تسمى بالأداء. فإن الجميع، شوف فإن الجميع، الهيئة دي بقى كلها كده على بعض، الركعة التي فعلت داخل الوقت والثلاء والباقي الذي فعل خارج الوقت، الجميع يسمى ايه؟ يسمى أداء. وده خلي بالك رأي من ضمن آراء عندنا في الشافعية، وهذه قد ذكرها الإمام النووي في كتاب المنهاج، واخد بالك؟ وفي رأي تاني بيقول لك اللي مفعولة داخل الوقت أداء والخارج قضاء، وفي رأي يقول لك الجميع قضاء. في آراء متعددة. إيه؟ أنت مالكي؟ اسكت بقى لغاية ما أخلص. ولو شافعي برضك هسكتك لغاية ما أخلص.
واستدلوا أو أخذوا ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة، ولذلك شوف هو إيه قال لها من الصلاة، فقد أدرك الصلاة. ليه؟ لأن الركعة إذا كانت داخل الوقت والباقي خارج الوقت، فالباقي ده بيبقى تكرار للأولى، ده تكرار ليها، يبقى أهم حاجة الأولى دي، هي دي المعولة، والباقي عبارة عن صور منها. طيب هنا بقى هل ينفع نقول بعض؟ هو الصوم إذا كان صوم رمضان أنت صمت داخل الوقت، ما صمته داخل الوقت هيبقى أداء، واللي صمته خارج الوقت هيبقى قضاء. كأن مثلا شخص قضى صلى يعني صام من رمضان 10 أيام، وبعد رمضان صام بقية الأيام، يبقى اللي هو صامه في رمضان هذه الأيام هتسمى إيه؟ هتسمى أداء، والذي أوقعه في خارج وقته يسمى إيه؟ قضاء. يبقى ما تصورش إن الصوم نفسه اليوم نفسه يتبعض أداء وقضاء. حد عنده صورة اليوم يتبعض أداء وقضاء؟ مفيش، لأن اليوم نفسه إما أن يقع في الوقت المقدر والمقرر له شرعا، وإما أن يقع خارج الوقت المقرر له شرعا. فإن وقع في الوقت المقرر له شرعا هيبقى أداء، وإن وقع خارج الوقت هيبقى قضاء. والنظرة إلى اليوم مش إلى المجموع، ولذلك كونه يقول بعض ويذكر أمثلة سواء كان صوما أو حجا، يعني هذا ليس مثالا للبعضية، وإنما هو مثال، لأن الأداء كما يوصف به الصوم يوصف به الحج ويوصف به الصلاة. يبقى سواء كان صوما أو حجا. يبقى الفرق ما بين الاثنين فعل بعض ما دخل وقته مع فعل بعض الاخر في الوقت ايضا. ازاي؟ خليك بس معايا، ده بيقول لك اهو، بيقول بص يا مولانا اقرا، انت بتقرا من المغني في من البدر، في مشكله. لا هو نفس الكلام بتاع المحل. لحظه واحده لان نفهم، بس عشان نفهم بعض. بيقول له ما دخل وقته مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا، يعني هيفعل الأربعة داخل الوقت. ده بيقول له فعل البعض، يعني بعض ما دخل وقته مع فعل البعض الآخر خارج الوقت. يا سيدي الفاضل، التاني بيقول لك فعل كل ما دخل وقته قبل خروج وقته. يبقى احنا عندنا تعريفين. التعريف الاول بيقول فعل البعض داخل، ده انا اللي فاهم، نعرض الفهم. يبقى فعل ما دخل وقته معناها ان انا بفعل البعض داخل الوقت، واني بفعل البعض الاخر خارج الوقت. التعريف الثاني بيقول ايه؟ فعل كل ما دخل وقته، يعني أنا بفعل كل العبادة قبل خروج وقتها. معنى هذا إنه لو فعل بعض العبادة قبل خروج وقتها لا يكون أداء، يبقى هنا في مشكلة. ولذلك بيقول لك إيه؟ بيقول لك أو ركعة في الوقت مع فعل البقية بعده. ومثل بالصلاة بس. هي القضية، طب انت هتعملها ازاي؟ فعل البعض داخل الوقت وفعل البعض الاخر داخل الوقت، صح كده؟ ماشي، واحدة واحدة. يبقى ايه الفرق ما بين التعريف ده وما بين التعريف الثاني؟ فعل كل ما دخل وقته في الوقت قبل ان يخرج الوقت. التعريف الاول دخل ركعة والثاني لم يدخل ركعة. يبقى تعريف، لا يبقى غلط. لا هو مولانا على التعريف التعريف الاول هو ايه مع الفعل الباقي في اثناء الوقت بيدخل المثال بتاع الصوم والحج، لكن لو هو احنا هنكمل الفعل بقيه الفعل
بعد الوقت ده بالتنسيب هو ابن السبكي، ابن السبكي ما لاحظش الكلام ده. ده ابن محلي السبكي قال ايه؟ محلي آية قال نفس الكلام ده، هو ده كلام المحلي. طب نكمل بس الأول الخطيب وبعد كده نشوف غير الخطيب. نكمل نكمل هذا وذاك. هو موجود عندي مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا. بيقول قوله فعل بعض ما دخل وقته جنس يدخل فيه فعل بعض ما دخل وقته بعد خروجه وما دخل ولم يخرج. طيب بيقول هنا بعد كده وقيل الأداء فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه، أي قبل خروج وقته، وبرضك هيجي معانا فيما سبق، فيبقى واجبا كان أو مندوبا ماشي، والباقي بعده يبقى بيقول واجبا كان أو مندوبا على المرجوح من أن الصلاة المفعولة منها ركعة في الوقت والباقي بعده أي الجميع قضاء. يبقى ده عشان يقول إيه؟ عشان يقول خلي بالك، أصل إحنا عندنا في المذهب كما قلت لك المفعول ركعة منها داخل الوقت والباقي خارجها. فيه في المنهاج مذاهب، منها انه الجميع اداء وهذا هو الراجح، ومنها انه الجميع قضاء، ومنها انه كل ياخذ حكم نفسه. الركعه المفعوله داخل الوقت هتبقى ايه؟ اداء، والمفعوله خارج الوقت هتبقى قضاء، فهيبعض الوصف. فهو هنا بيعمل ايه؟ بيلحق ما خرج عن الوقت بما دخل في الوقت في انه يسمى الجميع اداء، والذي سماه قضاء بيلحق ما فعل داخل الوقت بما فعل خارجها في ان الجميع يسمى قضاء. الرأي الثالث بيقول ايه بقى؟ بيقول إن الركعة التي وقعت في الوقت تسمى إيه؟ أداء، وما وقع خارج الوقت يسمى إيه؟ قضاء. حلو كده؟ فهو عايز يضبط التعريف على هذا. يبقى الأولاني فعل البعض داخل الوقت، ويبقى التاني فعل فين؟ يبقى التاني فعل خارج. فهنا أنا عندي تعريفين. تعريف بيقول إن فعل البعض هيبقى فين؟ هيبقى جوه الوقت. طب والفعل الآخر؟ فعل البعض الذي دخل وقته مع فعل البعض الآخر في الوقت. ماشي، يبقى أنت المشترط هنا في التسمية إنك أنت تفعل البعض في الوقت، والباقي بقى سواء فعلته جوه الوقت أو فعلته بره الوقت هيسمى الجميع أداء. أنت عايز تقول كده؟ حلو كده؟ يبقى هو بيشترط في تسميته أداء أن يفعل بعضا في الوقت، سواء فعل البعض الآخر خارج الوقت أو داخل الوقت الجميع يسمى أداء. كلامك صح كده؟ ارجع بقى للخطيب بيقول ايه. ده هو كأنه بيخرج التاني ده، لأنه بيقول لك ما دخل وقته مع فعل البعض الآخر في الوقت أيضا. يبقى كده ما فيش فرق ما بين الاتنين. صلاة كان أو صوما أو حجا أو ركعة في الوقت أو ركعة، يبقى هنا بقى تقريبا ده عطف كده. لا، أو ركعة دي بقى حاجة تانية. أيوه، يبقى كده ليها صورتين. الصورة الأولى مع فعل بعض في الوقت تكتب عليها رقم ألف، أو ركعة أدي اتنين، يبقى ليه صورتين. إن أنت تفعل العبادة كلها في الوقت مثل الصيام، ولذلك انا قلت لك يبقى هي بالشرح العملي ظاهره. الصيام والحج والعمره هذه لا تفعل الا في الوقت. اما بالنسبه بقى للصلاه فعل بعضها في الوقت اللي هو البعض اللي هو ايه؟ اللي هو ركعه، والباقي خارج الوقت. التاني يشترط فيها عشان يسمى قضاء انه يفعل، عشان يسمى اداء انه يفعل الكل داخل. يبقى هنا واضحة ماشي. يبقى كده عايزين نقول لها صورتين، أن تفعل ركعة داخل الوقت أو أن تفعل بعض العبادة داخل الوقت
والبعض الآخر خارج الوقت، أو تفعل العبادة مما يتأتى منها ذلك داخل الوقت والباقي يفعل خارج الوقت، يبقى صورتين. الثاني بيقول لا، لابد من فعل كل العبادة داخل الوقت. طب ما هي الشرح واحد. كلام جميل. بيقول بناء على المرجوح فين ومندوبا على المرجوح من أن الصلاة المفعول منها ركعة في الوقت والباقي بعده أي الجميع قضاء، هو ده مرجوح أيضا ذكره الإمام النووي في المنهاج، وهذا ما عليه الأصوليون. كلام جميل. ان هو الركعه جوه والباقي بره الجميع بيبقى ايه؟ بيبقى قضاء، ان الجميع قضاء، وهذا ما عليه الاصوليون بخلاف الفقهاء. هاتوا لنا كده بقى المنهج، هاتوا لنا الفرع ده في المنهج. اه منهاج النووي. لا 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 مش منهاج البيضاوي، منهاج البيضاوي يقول لك إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها المقرر لها شرعا. ده أدق منه. اه هنناقش العبارتين. اه طبعا، لأن هو فرق ما بين الأداء والقضاء والإعادة، وفي عندنا حاجة رابعة اسمه إيه؟ التعجيل. وهذه الأقسام اللي هي الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل كلها باعتبار الوقت. سبقت هتبقى تعجيل، فعلت جوه الوقت هتبقى قضاء، فعلت بعد الوقت هتبقى، فعلت جوه الوقت اداء، فعلت بعد الوقت هتبقى قضاء. سبقت باداء مختل وفعلت في نفس الوقت، المنهاج بيقول عليها اعاده. في بقى اعاده بقى معنى بقى فقهي اخر، لكن احنا ما لناش علاقه بيها. يبقى خلي بالك التعريف الاول بيقول فعل البعض جوه والبعض الاخر جوه ايضا، يتسمى الجميع اداء. فعل البعض جوه والباقي بره هيسمى ايضا ايه؟ اداء. فعل كله داخل الوقت هيتسمى ايه؟ اداء. طب لو فعل منه حاجه بره الوقت هيبقى قضاء. يبقى ده ماشي مع الراجح عند الاصوليين، وهو خلاف الراجح عند الفقهاء. واعتبار ركعة في الأداء ودونها في القضاء إنما ذكره الفقهاء. الأصولي ما بيتكلمش بالطريقة دي. اللي بيضبط ركعة من غير ركعة ده بيضبطها نظرا إلى الدليل الجزئي اللي هو بيبحث فيه أصالة. والخبر المذكور لا يدل على ما ذكروه. هي نقطة. لاحتمال أنه في من زال عذره. وهذا الاحتمال الاصل عدمه اصلا. بيقول لك يبقى هو ايه؟ من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، لعله محمول على صاحب العذر. اه بس كده. الاصل ان هو كان نايم وقام من النوم وصلى ركعه في الوقت وصلى ركعه في الباقي خارج الوقت، واخد بالك؟ فالجميع يسمى ايه؟ يسمى اداء. يبقى في من زال عذره كجنون، يعني زال الجنون، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، فهذا يجب عليه الصلاة. طيب كلام جميل. احنا هنا بقى يعني هذا حمل للحديث على حالة يعني تحتاج إلى دليل. لماذا حمل الحديث على هذا مع أن الحديث أعم من هذا؟ وهل معنى الإدراك هنا يبقى معنى الإدراك هنا ده شرعي ولا اصطلاحي؟ في مشكلة أيضا أخرى، إن ده معنى اصطلاحي، وكما قلنا حمل الحديث عليه حمل للغوي على الاصطلاحي. ايه معنى الادراك اصلا؟ لا، هو هل يشترط في المعنى الشرع الاصطلاحي ان يكون هناك بينه وبين اللغوي علاقه؟ في رايين.
في رأيين الراجح منهما عدم الاشتراط، ذكره الشرواني في حاشيته على التحفة، واخد بالك، ذكر فيه وجهان، الراجح أنه لا تشترط المناسبة، لا تشترط المناسبة يا مولانا، ده عبارة عن ده، هما نفسهم اختلفوا في ال، طب في أصلا يعني في الأشياء الجامدة ولا في الأشياء المشتركة؟ مطلقا في الأوضاع كلها الاصطلاحية لا يشترط فيها أن يكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لكن ده مش معنى شرعي يا مولانا، ده اصطلاحي، ولذلك افعل في الاصطلاح ما شئت، لكن ابعدوا بقى عن دائرة السنة، لأن دائرة السنة إنما تتكلم بالمعاني اللغوية، واخد بال حضرتك، من أدرك فقد أدرك الصلاة. هل بقى معنى ده يسمى أداء ونأخذ من الحديث أنه أداء؟ لا، ده معنى اصطلاح، إلا بقى أن أنت تقول ده معنى شرعي، وساعتها نقول لك من أين أتيت به، لأن المعنى الشرعي هو الذي يستنبط من أدلة الشرع المعتبر. طب ماشي، هو الألفاظ عندنا في النصوص بنحملها على الحقيقة الشرعية أولا. الحقيقة الشرعية ده فيما ثبت للشرع فيه استعمال في هذه المعاني، يعني الشرع استعمل الصلاة في العبادة ذات الأركان، ويعني ذات الأركان والشروط وإلى آخره، وكثر استعماله لهذا، وندر استعماله في غير هذا المعنى، فما ثبت له استعمال بنقول دي حقيقة شرعية، ولذلك هو ما فيش وضع شرعي، إنما هو استعمال، لأنه لم نطلع على أن الشارع أخذ هذا اللفظ وجعله بإزاء هذا المعنى، إنما الذي اطلعنا عليه أن الشارع استعمله فقط، واخد بالك، وأنا عند هذا أقول لك إن هذه من اختلاط العلوم بعضها ببعض. هو مولانا لو احنا قلنا بالتقرير ده يبقى كده معنى ان الادراك كده ما منهوش فايده في الحديث. ايه الادراك؟ هو فقد ادرك الصلاه، ادرك راح، فقد ادرك السلام، يعني ايه ادرك الصلاه؟ طب وليه يعني ادرك الفعل في الوقت؟ ومن الذي قال لك ان هذا الفهم هو الذي عناه صاحب الشريعه؟ من ادرك ركعه من الصلاه، ولذلك انت عارف ان الشيخ الخطيب لما حمله على صاحب العذر هو اقرب، صدق بكلامك الجميل خليتني اعتقد اللي قاله الخطيب ولا بعيد ولا حاجه، ده هو دوت الظاهر من المعنى، ان انا كنت صاحب عذر وزال العذر وصليت، قال خلاص كانك صليتها كلها في الوقت لانك معذور، وكانه ارتفع عنك الاثم بذلك يا مولانا. طب هيبقى معناها ايه؟ ما هو ما معنى ادرك الصلاه؟ ادركها في الوقت، ادركها في الوقت، واخد بال حضرتك، ادركها، نعم ماشي، يبقى كانه، يبقى كانه، كانه قد فعلها في الوقت. طب ما هو ما معنى هذا؟ انه يرتفع عنه الاثم، لكن مش معنى هذا ان صلاته تسمى اداء، هو النبي سماها بالاداء، ده انت جيت بعد كده وانت اللي اصطلحت هذا المصطلح وقلت، واخد بال حضرتك، ان الاداء ايقاع ركعه داخل الوقت والباقي خارج الوقت، ومين اللي قال لك ان هو ايه؟ هل يشهد الحديث من نام عن صلاه او نسيها؟ طب قول، يشهد من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا لا كفاره له لذا، هل يشهد؟ لا لا لا، ده هنا فقد ادرك الصلاه، طب هات معنى فقد ادرك الصلاه من تفسير الاحاديث، ماشي انا معاك، لكن حضرتك يا مولانا يعني ايه؟ اصل هو ده صاحبك وهسيبك تناقش براحتك. حضرتك سلمت ان كلمه ادرك في الوقت ان هو فعلها في الوقت، وان تعريف الاصوليين للاداء اللي هو فعل في الوقت، يبقى كده الاثنين متساويين، يبقى ده مش معنى اصطلاحي، يبقى تقول عليه معنى شرعي. ايوه، هو اصلا المقصود شرعي، لا تعريفهم بانه اصطلاحي وخلافهم على ذلك يدل على انها بمحض اختيار المدرسه العلميه فقط ولا علاقة لها بالمعاني الشرعية. وبرضه مولانا حتى لو انا جبت الشراح هيشرحوا في ضوء الاصول. هم قالوا حتى معنى كلامك ده، قالوا العطار. أيوة. فمعنى قوله فقد ادرك الصلاة ادرك وقت وجوبها. او ادرك وقتها الذي هو سبب وجوبها. فلا يعارض، طيب ما ماشي وانا معاك انه ادرك الصلاة.
لكن ما معنى أدرك الصلاة؟ يعني أنه فعلها في وقتها المقدر لها شرعا، وعلى ذلك فلا إثم عليه. وأما تسميتها بأداء أو قضاء أو إعادة، دي أمور اصطلاحية يا مولانا. معنى أدرك يعني إيه؟ يعني أنه كأنه فعلها في داخل الوقت ولا يأثم على فعلها. وعلى ذلك ولذلك الإمام الخطيب الشربيني قال لك ده احتمال أنه في من زال عذره كجنون وقد بقي من الوقت ما يسعه فيجب عليه الصلاة. وبذلك عايز يقول له أنت أدركتها بمعنى إيه؟ بمعنى أنك خوطبت بها ويجب عليك فعلها وأداؤها بالمعنى اللغوي. أما قضية أنها تسمى أداء أو تسمى قضاء، وأن التسمية دي تسمية نبوية، هو المعنى ممكن يكون مأخوذ من الحديث زي ما حضرتك قلت، نفس المثل اللي فات. هو ده عبارة عن تطبيق بس. يعني الصلاة ديت لما نيجي نسميها نسميها إيه؟ هنسميها أداء أو نسميها قضاء. ولذلك ما هو المقابل بيسميها قضاء، المقابل بيسميها قضاء، والتاني بيسمي ده قضاء وده أداء. يبقى عبارة عن تسمية اصطلاحية وقعت في الآخر وليس معنى شرعي، عشان نقدر نقول. لذلك أنا طب وهنصل إلى هذا من إيه؟ أنه في أمور الاصطلاح ينبغي أن تكون الأمور بيننا واسعة. ليه؟ لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. أنت سميت الجميع أداء يساوي من سمى الجميع قضاء، يساوي من سمى بعضه قضاء وبعضه أداء، لأنها محض اصطلاحات. ولذلك أنت سميته كذا براحتك، وده سمى كذا براحته، وده سمى كذا براحته، إذا كان هذا صادر من اتفاق مدارس علمية معتبرة، مش أي حاجة نسميها بقى لا ده هسميها كده من غير اسم. لا، ده محض الاصطلاح. الاصطلاح لا علاقة له بالمستندات، ولذلك ده من قبيل أسماء العلوم. اديني دليل على أن المادة اللي أنت بتدرسها دي اسمها أصول الفقه. نفس مسألة الإجزاء يا مولانا، نفس مصطلح يا مولانا، هي نفسها. احنا لو فضلنا في كل مسألة نقول أن المراد المعنى اللغوي، المعنى اللغوي في الحديث، لا يبقى مش هنطلع أحكام شرعية. لا هطلع أحكام شرعية، مين قالك مش هتطلع؟ هنطلع أحكام شرعية بس بمنع عن المصطلحات اللي احنا لا، المصطلحات ديت إنما هي تابعة لوضع الفنون. بس مسألة مدرسة كده بالجوه، وسمينا الشخص ده كذا، وسمينا الشخص ده كذا، وسمينا الشخص ده كذا. بس أما نيجي نفهم بقى الدلالات اللغوية نفهمها في العبارات والألفاظ، نفهمها في سياقها اللغوي بس. ولذلك قبل ما تتسمى المصطلحات دي، ابن عباس كان بيسميها ده، بس هو كان فاهم المعنى انه ادركها يعني ادرك يعني ايه، كانه صلاها في الوقت ولا اثم عليه والى اخره. ده بالنسبه لمن زال عذره، لان انا عندي رايي ان الحديث في من زال عذره، وده يؤيد المعنى. ده بعرض لك شرط طرح جديد، موافق عليه قول اهلا وسهلا، مش موافق عليه واخد بال حضرتك وعايز تمشي مع قناعاتك واسع. أصل هي قضية الأزهريين أنهم يعادون الطرح الجديد والفهم الجديد. طب أنا تراثي، ده أنا متربي جوه الحواشي، ده أنا يا ابني فضلت أقرأ في الحواشي دي لما اتجننت جوايا، أصاب لي بها مس، واخد بال حضرتك. ولكن أنا بقول لك بطرح لك فهم يعني وقع في قلبي في من خلال قراءاتي. انت ممكن توافقوا وافقوا، ما توافقوش اطرح طرحك القديم بس كده وانا معاك، واخد بالك. لكن مش عايزين نعادي الطرح الجديد الذي يقبله الكلام وتقبله المصطلحات من اجل انه جديد. ولذلك مشايخنا لما طرحوا في مسائل طرح جديد في فهم قضايا الفقه قام الناس ولم يقعدوا، لان الانغلاقية دي مش حلوة. نحن ينبغي أن نسير بدقة التراث، ولما نخرج نخرج بقواعد مضبوطة، مش نخرج هوس وهواء. يعني أنا امبارح سمعت في بعض الأماكن يحملون الألفاظ الأحاديث على معاني
لو سمعها الصحابة لضحكوا. واخد بال حضرتك؟ يعني لا مش كده الموضوع، مش كده. قول. العلامة زرقاني في شرحه على الموطأ قال: واختلف في معنى فقد أدرك الصلاة، فقيل أدرك وقتها. أدرك وقتها، عشان الواد ده ما يمسكش عليك الكلام ده. أنا سندك ما تقلقش. فهو بمعنى الحديث السابق: من أدرك ركعة من الصبح وليس كذلك، لأنهما حديثان لكل واحد منهما معنى. وقيل أدرك حكمها فيما يفوته من سهو الإمام ولزوم الإتمام ونحو ذلك. وقيل أدرك فضل الجماعة على أن المراد من أدرك ركعة مع الإمام. قال: وظاهر الحديث يوجب إدراك التام الوقت والحكم والفضل. يبقى كله في نفس المجال ده، أما التسمية دي قضية تانية. فقد أدرك الصلاة يعني أدرك وقت وجوبها، وده اللي يؤيد العطار انه هو ايه في المعذور، انه بقي ورق، يعني انه مثلا قام من النوم قبل الوقت بما يسع الطهارة وركع، انت ادركت وقته يجب عليك ان تصلي. فهو معنى الحديث كده، اما انه يسمى هذا اداء والباقي او لا، ما انا لس انا ضد هذا. هات لنا كده بقى المنهاج والثلاث، انت عندك حاجة عايز تقولها؟ فين ابو زرعة؟ الغيث، وريني كده الغيث. ده هنا بيقول لك ايه: وقيل ما وقع في الوقت اداء، وما وقع بعده قضاء، وهو التحقيق. شفت بقى؟ بيقول لك وهو التحقيق. التحقيق ايه؟ ان اسمي ما كان داخلا في الوقت اداء وما خرج عنه قضاء، وهو وعلى القضاء يأثم المصلي بالتأخير، وكذا على الاداء ناظرا للتحقيق. خلي بالك، اللي هيصلي ركعة داخل الوقت مطلقا كده ان لم يكن له عذر والباقي خارج هو آثم، لأنه أخرج الصلاة عن وقتها المقدر لها شرع. ومن سماه أيضا قضاء هيأثمه، ومن أعطاه هذا وذاك أيضا هيأثمه، فما فيش خلاف في المعنى الشرعي بينهما، لأنه على الجميع آثم ما لم يكن معذورا. طبعا التقرير ده مولانا هيكون كبيرة من الكبائر ولا هيكون اسم دون اسم؟ لا، أنا أعتقد أنه يدخل في باب الكبائر، لأن إخراج الصلاة عن وقتها المقدر لها شرعا عده في جمع الجوامع ايضا من الكبائر، سواء كان اخراج للكل او اخراج للبعض. هات كده الجزء الثاني. عندك العطار بيقول ايه؟ هات التحقيق كده. التحقيق ياتي بمعنى انه هو الموافق للدليل، لان التحقيق هو ذكر القول بدليله أو ذكر القول على الوجه الحق. فهنا بيقول: بعض وكل غير منونين للإضافة، فإن أحدهما مضاف إلى ما والآخر إلى نظيره. نعم، لأنه بيقول لك فعل بعض ما والتاني كل ما، وفعل ذلك المصنف اختصارا وهو كقوله: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها. يعني بيقول لك قطع الله يد ورجل من قالها، فيبقى يد مضافة إلى من ورجل مضافة إلى من، وذلك تكلم به العرب على سبيل الاختصار. وجواز مثله خاص بالمصطحبين، يعني الاثنين اللي بيصاحبوا بعض القدم والرجل من المصطحبات في الكلام، وزي البعض والكل من المصطحبات في الكلام. ولو اجتنب، نعم صح، والنصف وربع وثلثين وثلث. ولو اجتنب المصنف مثل هذا في التعريفات لكان اولى. شوف بقى الكلام الكلي، فانها اي التعريفات موضوعه للايضاح والبيان، ومثل هذه الدقائق اللغويه تنافي الايضاح والبيان.
البيان. تيجي تقول لي فعل بعض ما، ولذلك شوف الخطيب عمل ايه؟ اصلح العبارة، فعل بعض ما دخل وقته مع فعل البعض الاخر خارج الوقت، او ركعة في الوقت مع البقية بعده. يبقى اصلحها في الايه؟ في العبارة للايضاح. يبقى تفهم بقى الكلام ده، ان التعريف موضوع للايضاح، وينبغي ان يأتي المعرف بما يناسب ذهن الذي يريد ان يعرف له. بعد كده قال لا ما تكلمش هنا. العطار قال دفع الشارع لهذا التكلف لا دليل عليه. طب هنيجي معاك. بيقول هنا يبقى بيقول لك قبل خروجي، بيقول ما دخل وقته، ما دخل وقت فعله قبل خروج وقت فعله وهو باطل. لا نرجع فوق. بيقول عرف المصنف الأداة بأنه فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه. عمالين انت جايب لهم في حاجات. هو المراد بيدفع الايراد يا هقول لك حاجه، اذا كان مرادا ظاهرا. بيقول فانه اذا فعل البعض اداء ففعل الكل، او لكن فيه اجمال، حتى هو مش راضي عن التعريف هذا. قال فعل بعض لم يقصد به اخراج الكل، بل التنبيه على دخوله بطريق الاولى. يعني اذا فعل البعض داخل الوقت مع البعض الاخر داخل الوقت، مثله مثل ما لو فعل البعض داخل الوقت والاخر خارج الوقت. نعم، بس عايز يقول دخول البعض في الوقت والباقي في الوقت اولى بتسمية الاداء من فعل البعض داخل والبعض الاخر خارج. بيقول لك وقوله بعض لم يقصد به اخراج الكل، هو ده اللي احنا فهمناه من الاول، مع انها مهمة. وانت لا انزل معايا الملاحة، لا لم يقصد به اخراج الكل، هو ولذلك بس مفهومة. ما دام هو العلامة أبو زرعة رضي الله عنه وأرضاه دفعها، يبقى هي مما تحتملها العبارة. فأنت هتفهم كده فعل البعض ويبقى الباقي خارج. قال له لا ما تفهمش كده، بس العبارة تتفهم كده. خلي بالك، وأنا أول ما قريتها مع إني شرحتها وقرأتها وعلقتها واشتغلت في الجامعة كتير، ولكن كل مرة احس بقى مش قادر ادفع هذا الايراد عن نفسي، ان انا بفهم فعل البعض يبقى البعض جوه والباقي بره. قالوا لا، هو اراد به ان يقول انه اذا فعل البعض داخل والبعض داخل ايضا والباقي داخل، اولى بتسميه الاداء من فعله البعض داخل والباقي بره. فعايز يقول لك ما تفهمش من البعض ان البعض الاخر يفعل خارج الوقت. ده اللي انا اعترضت عليه في الاول، وبعد كده الشيخ الخطيب يعني اجاب عنه بالتطبيق، تطبيق الفقه، بل التنبيه بطريق الاولى على دخوله بطريق. فانه اذا كان فعل البعض اداء ففعل الكل، ففعل الكل اولى. يعني اذا كان البعض جوه والباقي بره يبقى اداء، فمن باب اولى لو فعلت كله جوه الوقت. لكن فيه اجمال، لا اللي كنت عايز اقوله، وطلع اخونا ده وده ماشي، بس هم عيال حلوه. ليه؟ لان هم بيحاولوا يفهموا ويتمسكوا بما فهموا. بس انتوا حلوين، وهذا مما يسعدني، يعني ان احنا بنتطور وادائنا بيبقى افضل من الاول، مما يدل على ان احنا ماشيين في الطريق الصح. لكن فيه اجمال، لانه ليس كل بعض تصير العبادة فعليه أداء صح. البعض ده بيقدره قد إيه؟ مما دفع الشيخ الخطيب قال لك ركعة، لأن البعض ده كما يصدق على الركعة يصدق على أقل من ركعة. يعني أول حاجة خلاص خلصنا من لا لم يقصد به ذلك، مع أن أحمد قال له إيه؟ المراد لا يدفع الإراد، لم يقصد، هو مراده كذا. قال له ما هو معلش المراد لا يدفع الإراد. كلام جميل. وانا سمعت الجمله اللطيفه دي اول ما سمعتها في حياتي من فم استاذنا الدكتور محمد بكر اسماعيل رضي الله عنه وارضاه في اوائل التسعينات.
لكن فيه إجمال، لأنه ليس كل بعض تصير العبادة بفعله أداء. والشيخ الخطيب كأنه لما وجدها يعني فيها عوار مثلها وانتهى بالمثال من الاعتراض، لأنه ليس كل بعض ما ممكن يفعل مثلا يقرأ الفاتحة ويركع ثم يخرج الوقت، يبقى فعل البعض داخل الوقت والباقي خارجه، هل تسمى على هذا أداء؟ لا، وإنما ذلك خاص بركعة بناء على الأصح، من أن من صلى ركعة في الوقت وباقيها خارجه كان الجميع أداء. وهذا اللي موجود في الفقه، وهذا ماش يعني جار على احد احتمالين للسبكي. قال انه المتبادر من كلامه ان الوقت خرج في حق هذا كغيره، ولو احتمال اخر ان الوقت لم يخرج في حقه بل اتسع الى فراغ صلاته. يا سلام، هنا بيقول لي بقى الاحتمالين. الاحتمال الاول ان الوقت خرج، يعني فعلت ركعة جوه وركعة بره، الركعة ديت كانت داخل والركعة ديت بره، لأن الوقت كده خرج. في احتمال تاني بيقول لك ايه، احتمال ان الركعة دي التي وقعت فيها الفعل امتد الوقت الى نهاية الصلاة، بل اتسع الى فراغه من صلاته، وده الكلام الدليل عليه، ده انا بصليها بالفعل في غير وقتها. وحينئذ فلم يفعل البعض في الوقت والبعض خارجه، صح، لان الوقت اتسع، فيعتبر ان كل العباده قد وقعت في الوقت المقدر لها شرعا الذي اتسع. قال بل اتسع الى فراغ صلاته، وحينئذ فلم يفعل البعض في الوقت والبعض خارجه. يا سلام، مين اللي مشكل لك الكتاب الحلو ده؟ الله، لا ده انت ابن مالك. بل الجميع في الوقت، يعني كائن في الوقت او حاصل في الوقت. ايه؟ على احتمال ثاني. ايوه نعم صح، بل الجميع في الوقت، اللي هو ان الوقت اتسع وامتد. واستشهد لهذا، او ما يقولش حاجه كده، الاحتمال بمفهوم قول الشافعي في المختصر، فاذا طلعت الشمس قبل ان يصلي منها ركعه فقد خرج وقتها. واستشهد لهذا لاحتمال الاحتمال الثاني بمفهوم قوله، فاذا طلعت الشمس قبل أن يصلي منها ركعة فقد خرج وقتها. المفهوم إيه؟ أنه إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس لم يخرج وقته، ومعناه أنه يمتد حتى ينتهي من صلاته. حلو الكلام ده، ده استدل بالمفهوم، لأنه مفهومها منطقة، بيقول إذا طلعت الشمس ولم يصلي خرج الوقت. طب إذا طلعت وقد صلى بعضا منها، لا ده مقيدة بركعة، وقد صلى ركعتان لم يخرج الوقت مطلقا بقى للكل. يبقى معناه أن الوقت امتد. يبقى وقت وقت لا وقت الصلاة امتد. ده مفهوم كلام الشافعي كده، بس هو ممتد وفي وقت اني دخل. ده على كده بقى ان الوقت هنا متداخل، مش متداخل، الوقت هنا امر نسبي، يعني ما بيخلصش في وقت معين. يعني ممكن اني انا مثلا اصلي ركعه في الوقت، كلام جميل، وأصلي الركعة الثانية ما خلصهاش إلا الساعة 10 الصبح، يبقى الساعة 10 ده نهاية الوقت بالنسبة لي، واجي في اليوم الثاني لغاية قبل أذان الظهر بدقيقة،
يبقى الوقت امتد. طيب ماشي، كلام الشافعي حلو بنقدسه. وخرج بقوله ما دخل وقته فعله قبل دخول وقته وهو باطل. ما دخل وقته ان هو يفعل العبادة قبل وقتها وهو باطل، الا فيما جوزه الشرع وهو باطل. يعني فعل العبادة قبل وقتها المقدر شرعا مع علم، خلي بالك تقول كده، مع علم المكلف بذلك فهو باطل. لانه افرض ان المكلف ما علمش، كان ظن ان وقت الزوال قد حصل فصلى الظهر، وبعد ما صلى الظهر سمع الاذان، يبقى دي باطله؟ لا مش باطله، لكنها لم تقع عامه في ذمته، هتحسب له نافله ان لم يكن عليه صلاه من مثلها. فإن كان عليه صلاة من مثلها، أنا عليها ظهر، يبقى الظهر هذه قامت مقام التي في ذمتي. طب ما عليه الظهر، هتتحسب لك نافلة. فالكلام ده عايز يقيد. بناء على ما اشترط التعيين يعني ظهر الفائتة، لا ده صيام مطلقا ما في الذمة، ده كثير ويقوم مقامه، ولأنه لو اشترط عليه أن يحدد اليوم، أن يحدد صلاة ظهر الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس وهو باطل، يبقى تكتب على باطل يعني ايه؟ فيه قيد، فيه تقييد. إلا فيما جوزه الشرع، يعني فيما جوزه الشرع تقديمه على وقته، ده إذا وقع وقع صحيحا وليس باطلا كزكاة الفطر. لأن الشارع أجاز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان. فإذا أخرجها مع أول يوم من رمضان فهذا الإخراج صحيح ويجزئ عما في ذمته. ويسمى هذا تعجيل، هو إيقاع العبادة قبل دخول وقتها المقرر لها شرعا فيما أذن فيه الشرع. والوقت يتناول الأصل والتابع، دي بقى ما أضاف ما ذكرها، المحلي والإمام الخطيب. يبقى الوقت ده قد يكون أصيل وقد يكون تابع. يقول لك وقت العصر والعشاء في جمع التأخير، وقت العصر إذا صليت الظهر مع العصر في وقت العصر أصبح العصر وقت للظهر ووقت للعصر. فإذا أوقعت أنا صلاة الظهر في وقت العصر فيما جاز لي جمعه هتبقى إيه؟ تبقى أداء. المؤخر، يعني افرض ان انا صليت العصر الاول، دي هتبقى ايه؟ هتبقى اداء. طب صليت بعدها الظهر هتسميها ايه حضرتك؟ اداء طبعا، مع انك فعلتها في غير وقتها المقدر له شرع. لكن لا، لما هنا بقى لما نوينا لما وجد سبب الجمع ونوينا الجمع، هذا السبب ومع النية جعل وقت العصر وقت للظهر حتى وإن فعلت الظهر بعد العصر. شفت بقى؟ فهمها كده، ده احنا شرحناها. اسم وقت تحليل أو وقت ضرورة؟ لا ده وقت تابع، احنا بنسميه في الأصول وقت تابع. حاول أحافظ على المصطلحات. وقوله قبل خروجه، خرج به فعله بعد خروجه، انه يفعل كل العباده او يفعل يعني ما دون ركعه داخل الوقت والباقي خارج الوقت، فالجميع يسمى قضاء. ثم حكى في تعريفه قولا اخر، حلو هنا تناوله جميل، أنه فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه. إن هو لابد من تسمية بأداء أن يفعلها كلها داخل الوقت. ولذلك افرض إن هو ده فعل البعض جوه والبعض خارج، مش هيختلف في الحكم التكليفي، خلي بالك. لأنه لو كان معذور لا إثم عليه،
ولو كان غير معذور عليه إثم. هو ده بقى الحكم التكليفي اللي هيختلف معانا. أما التسمية محض اصطلاح فقط. لا هي مش الاحكام، لا الاسماء تابعه للاحكام ولا الاحكام تابعه للاسماء؟ الاحكام تابعه للمسميات والمعاني لا للاسماء والمباني. السيوطي مش انا، دي مستوحاه منه يعني. طيب بعد كده قال لك ايه بقى؟ قال لك ثم حكى في تعريفه قولا آخر أنه فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه. كل يعني كل العبادة. عارف لو أنت سلمت التسليمة خارج الوقت هيبقى إيه؟ كل قضاء، كل العبادة. يعني أن أنت تسلم قبل أن يخرج الوقت. وهذا على الوجه الذاهب إلى أن الجميع قضاء، وهذا الذي اعتبره في الأداء من فعل البعض لم يعتبره الأصوليون، زي ما قال الإمام الخطيب الشربيني. والظاهر أنهم لا يسمون، بص الأصول بيسموا، يبقى دي تسمية إيه؟ أصولية، مالهاش علاقة بالأحكام الشرعية. يعني مفيش علاقة بين الأسماء. لأنه يا شيخ أحمد لو هو صلى ركعة داخل الوقت والثلاثة خارج الوقت من غير ما يكون له عذر وفي غير مسألة المد هيأثم. سواء سميتها أداء أو سميتها قضاء. فهو آثم على الاحتمالين. حكم الشرع لم يختلف، الحكم التكليفي. تسمية دي تسمية أصولية. الاسم وبين الحكم بتاعه، زي مثلا الفاسق. يعني المساله اصلا في علم الكلام، هل الاسماء تابعه للاحكام ولا الاحكام تابعه للاسماء؟ لا دي بيسموها الاسماء الشرعيه، لان بيبقى فيها يا شيخ احمد عمليه تشبه عمليه الوضع، واخد بالك؟ بتبقى فيها عمليه ما يشبه عمليه الوضع، لكن دي ما فيهاش، دي مطلق ولذلك بيقول لك ايه؟ وما كان ينبغي ذلك في مصطلح أهل الأصول اصطلاحيا. بيقول لك يبقى اسمع الحتة دي، خد من عبد الله واتكل على الله. أصل أنا مشكلتي إني أنا دماغي لما بتقتنع بحاجة، النبي لو جبتني مين؟ قال: ولا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أن تكون أداء. ما يلزمش من هذا أن هو تكون أداء. وغايته أن الشارع جعل حكمه كحكم المدرك، نفس الكلام، على طريقة الفضل والامتنان والتوسيع، وإعطاؤه على طريقة الفضل والامتنان وإعطاؤه حكمه، لا وإعطاؤه حكمه، لا أنه مؤد حقيقة. طب أنت ليه ما شكلتش وإعطاؤه دي؟ يبقى هنا وغايته أنه أن الشارع جعل حكمه كحكم المدرك على طريقة الفضل والامتنان والتوسيع وإعطائه، هتبقى عاطف على إيه؟ وكإعطائه، لا الهمزة مرسومة على إيه؟ اللي لكش دعوه بالهمزه، الهمزه مرسومه في دماغك انت. بس هنا رسمه الهمزه اللي بتحدد تشكيلها. انت دلوقتي يعني ربنا متعك بعينك، قريتها كده وانت ما فيش، هتقول ايه؟ على الابتداء واعطاؤه حكمه. تمام، يبقى لو الواو يبقى بتاع الاستئناف. يبقى وغايته ان الشارع جعل حكمه وجعل إعطاءه حكمه، يعني يبقى جعل حكمه كحكمه وجعل إعطاؤه حكمه. لا ما تجيش دي الهمزة لو على يبقى وإعطاؤه
حكمه ويعطاه حكمه. لا هي بص على طريق الفضل والامتنان وعلى طريق اعطائه حكمه، هتبقى معطوفة على الفضل، على طريق الفضل وعلى طريق اعطاء الشيء حكم الشيء، يبقى هي معطوفة يا مولانا على ايه؟ على طريق، يبقى على الفضل، يعني على طريق الفضل وعلى طريق اعطائه حكمه. ولذلك اخونا الواد ده ذكي قوي وصادق مع نفسه، لقى نفسه وقف فيها، طب ايه ده، راحت اعطاء ولا اعطاؤه ولا يلا بالقراءات الثلاثة. فيها ثلاثة أوجه، ويقول لك ما أخطأ نحوي قط. إعطاؤه حكمه ثابت في مثل هذه الصورة مثلا، وإعطائه معطوفة على طريق على الفضل، يعني على طريق الفضل وعلى طريق إعطائه. طيب وإعطاءه أعني إعطاءه حكمه. فهو الرجل فضاها كده حتى يقول انها يعني ايه تحتمل الثلاثة اوجه. وكيف وتأخير الصلاة بحيث يخرج وقتها عن يخرج بعضها عن الوقت حرام، فكيف يساوي فعل هذا المرتكب للحرام فعل المصيب الموقع لجميع الصلاة في وقتها؟ ولعله عليه الصلاة والسلام إنما ذكر هذا الإدراك بالنسبة إلى إلزام الزائل عذره. كلام الخطيب إزاي يجعله مدرك مع إنه آثم، والإدراك ده منقبة. طب كلام جميل، خد يا مولانا حلو الحتة دي. ده كلام أبو زرعة ولا نقله عن لا ده كلام أبو زرعة، بس هو في بالفعل بيختصر التشنيف، والتشنيف أتى من كل يعني من كل كتب أصول الفقه، حاجة حلوة يعني. طيب المحلي قال نفس الكلام، قال ايه؟ قالوا الحديث متقدم فيها فيما زال عذره كالبنوي وقد بقي من الوقت ما يسع. البناني قال ايه بقى؟ جدع المحلي، هات لي بقى البناني اعترض ايه عشان برضك نقول له ايه؟ اخونا نحن مع البناني والبناني معنا. لا لا قول مش كده، عايز تأيدني أيدني، بس إيه أيدني بذكاء. أما تأيدني وتلبسني في الحيطة يعني كده ربنا مش يحبك. أيدني كده بخبرة صعيدي ويا مش كده على طول، لا أيدني كده بخبرة، يلا اظبطني بخبرة. ولا يخفى أن المعتبر في صحة التعريف صدق اللفظ دون عنايته بالقرائن، فلا فائدة لدفع الشارح بقوله يعني إلى آخره، ولا لاعتذاره عن المصنف بقوله كما هو معلوم من محله، لأنه إذا فرض أن المخاطر بالتعريف يعلم أن المراد بالبعض المبهم بعض معين، وأنه في الصلاة فقط، وأنه مع فعل الباقي في الوقت أيضا أو خارجه كما مر، لم يفده التعريف شيئا، لم يفده التعريف شيئا. هات هنا كده في العبارة الشيخ أحمد عبارة التحقيق كده، هتلاقي في المحلي على ما هو التحقيق. لا على التحقيق هتلاقي عندك، ده فيها عندك شغل في العطار يا شيخ احمد، ده نهاية المحتاج مش لا برضك هتلاقي في العطار على ما هو التحقيق. وريني، صلي الناس، صلي على الحبيب، صلى على الحبيب قلبك كتير ده مش بس. ازاي يعني انت مع عطار؟ امال انا مع مين؟ ده عم تعمل الحكي عن
يقول لك خرج الوقت صلاة كان أو صياما، نفسي ده هو عبارة الله. لا كان في تحقيق هنا، ده الاختيار جاي كيف، كلام لذيذ جدا. بعد في التحقيق الملحوظ اهو. ده هو المؤدى، ايوه بعد المؤدى. ايوه اذا كان وصفهما بهما في التحقيق المحفوظ للاصلين. لا بيقول لك والقضاء جريا على كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما، وإن كان وصفها بهما في التحقيق الملحوظ. ما بيقول لك اهو واقع الكلام هنا في اهو نظرا للتحقيق، أي تحقيق الأصوليين يا مولانا. أنت كنت بتسأل يعني إيه التحقيق؟ أي تحقيق الأصوليين. وحاصله أن الفقهاء وإن جعلوا ذلك أداء حقيقة لا يقطعون النظر في الإثم على قول الأصول أن ما خرج أهي. هو ده اللي أنت كنت بتسأل عنه. لا ده الشيخ يا مولانا، إيه ده وهامش تقريرات العلامة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الشربيني والأستاذ محمد علي بن حسين المالكي. طب إيه اللي فرق ما بين ده وما بين ده؟ في سطر تحت وبعد كده في مثلا ايه الهامش وراك. لا ده على الهامش بره ده. الهامش وراك. الهامش ده يبقى ده كده الشيخ عبد الرحمن. بس هو البناني ده اللي خده كلام الشيخ عبد الرحمن من البناني. حطوه هنا. فيما يوافق فيه عبارة البناني. لا حطوها كلها، حتى لو ما فيش ال حتى لو ما فيش ال انا رجعتها ما فيش. هذا امر جيد يا شيخ. هذا اجيب. طيب والوقت الايه؟ قال حاجة كويسة يعني؟ تؤيد شيخ؟ طب خلاص إذا ما أيدت شيخ تسكت. قال والفعل المؤدى ما فعل، والمؤدى ما فعل. يقول لك المؤدى كما هنا في الشرح بتشديد الدال المفتوحة، المؤدى ما فعل، يقول لك بضم الفاء وكسر العين، فعل من العبادة في وقتها على القولين. يبقى المؤدى هو ايه؟ على الأول المؤدى يبقى بعضه في الوقت وكله في الوقت، أو بعضه في الوقت والبعض الآخر خارج الوقت. كلام جميل. يبقى على القولين أو بعضها في الوقت وبعضها بعده، أي بعد الوقت. يبقى ما هو المؤدى؟ قال المؤدى هو ما فعل بعضه في الوقت والباقي في الوقت، أو بعضه في الوقت و الباقي خارجه. أو على القول الثاني المؤدى هو كل ما فعل في الوقت. يبقى احنا عندنا القول الأول بصورتيه والقول الثاني بصورة واحدة، يبقى لها ثلاث صور. يبقى المؤدى إما يطلق على المصطلح الأول وإما يطلق على المصطلح الثاني. المصطلح الأول فيه صورتان والمصطلح الثاني فيه صورة واحدة. كلام جميل. هنا بيقول لك لما فرغ من الأداء الذي هو مصدر أخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم المفعول. طب كلام جميل، يعني هو لما عرف المصدر تكلم على تعريف الايه؟ اس، على تعريف المفعول، لانه عرف الاداء، ادى يؤدي، يؤدي اداء، ده المصدر. ثم تكلم على الايه؟ على المفعول. وانما عرفه ليستفاد ولينبه على مكان الاعتراض على من عرف الاداء بما لا يصلح الا تعريفا للمؤدى. عايز يقول ان في بعض الناس قد عرف الاداء بتعريف المؤدى، فعايز يقول له لا،
ده الأداء حاجة والمؤدى حاجة تانية، الأداء وكذا وكذا والمؤدى كذا وكذا. ولهذا قال ما فعل، يعني الذي فعل، ولم يقل المفعول. وإن كان لفظ المفعول أخصر من لفظ ما فعل، ده كلام التشنيف، لأنه أراد حكاية لفظ ابن الحاجب، هو عايز يحكي كلام ابن الحاجب، مع إن ده يساوي ده، مع إن المفعول أخصر، ولكن هو عايز يقول خلي بالك ده بتاع أبو عمرو ابن الحاجب، كان من الإسكندرية أو بعضهم، ليتفطن له، عايز يعترض يعني، بس خلي بالك ده كلام مين؟ ده كلام الزركشي. ومنه نقلنا لأن ما في قوله فعل نكر موصوف، يعني شيء فعل هو، أو بمعنى إيه؟ بمعنى الذي، لا ده ما فيش بمعنى الذي كمان، النكرة موصوفة أي شيء فعل. والأداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته، يبقى الأداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته، اللي هو الفعل بقى مش المفعول، ده المفعول ده إنما هو حاصل من الفعل. قال والأداء في الحقيقة فعل ما دخل وقته، وفرق بين المصدر واسم المفعول، المصدر ده حدث، اسم المفعول ده ذات وقع عليها ذلك الحدث. فهمنا كلام حلو. طب ايه هو بقى الوقت؟ ما هو التعريف اخذ فيه ايه يا مشايخ؟ وقته، ايه هو الوقت؟ قالوا الوقت هو زمان، الزمان المقدر له شرعا مطلقا. الزمان الان هو زمان، الزمان اللي هو به يسمى أداء وبه يسمى قضاء، ما نقدرش نقول الزمن الشرعي، الزمن المعتبر في كونه أداء أو في كونه قضاء. ما نقول ليه؟ لأن التسمية اللي أنت بتقول عليها ديت هيفهم منها إيه؟ إن في زمن غير شرعي، يبقى في زمن غير شرعي، في زمن بدعة وفي زمن سنة. لا، الزمن يعني المأخوذ في التعريف الذي به يسمى أداء وبه يسمى قضاء، هو الزمان، والزمان اللي هو الوقت. بس خلي بالك، انت لما تروح تتكلم في تعريف الزمان عند المتكلمين شديد الإبهام، ده مشكلة، تعريفه نفسه أصلا تحيروا فيه. الزمان المقدر، يعني مقدر يعني محدد، مين اللي بيحدده؟ هل اللي بيحدده صاحب الشرع؟ خد بالك، مطلقا، سواء كان موسعا او كان مضيقا. موسع يقول لك كالصلوات المكتوبات، مضيق مثل صوم رمضان والايام البيض اللي هم كام؟ 13 و14 و15 من كل شهر. طب في عبادة بقى لم يحدد لها وقت، يبقى دي تسمى ايه؟ قال له يبقى ديت ما تخشش معانا في الاداء ولا القضاء ولا ولا ولا، لا تدخل معنا فين في هذا. لحظة واحدة، احنا رحنا فين؟ لحظة واحدة، فاصل ونواصل. فما لم يقدر له زمن شرعا كنذر ونفل مطلقين لا يسمى بالقضاء ولا بالأداء. يقول لك كنذر، يبقى في نذر مطلق، بتقول ايه بقى؟ تقول والله إن شفى الله مريضي فله علي أن أصلي ركعتين،
يبقى ده مطلق. إن شاف الله مريضي سأصلي بعده فورا ركعتين. يبقى ده إيه؟ ده مقيد أهو. يبقى النذر المطلق العمر كله زمن له. طب والنفل المطلق؟ النفل المطلق ده العبادة الصلاة التي يعني يفعلها في أي وقت من الأوقات. وإن كان فورا كالإيمان، يبقى الإيمان ده لو أنت دخلت في الإسلام لا يسمى دخولك في الإسلام إيه؟ أداء ولا قضاء، لا يسمى فعله هذا الماضي أداء ولا قضاء اصطلاحا، مسألة اصطلاحية يا أولاد. وإن كان الزمن ضروريا لفعله، لكن وإن كان اسمه لن يخلو فعل من زمن. فالزمن أمر لا بد منه في العباد، لكن أحيانا قد يكون هذا الزمن ملاحظ ومحدد الطرفين، وقد لا يكون ملاحظ ولا محدد الطرفين. الطرف واحد زي ايه كده؟ يعني مثلا متحدد بدايته مش متحدد نهايته. زي ايه؟ زي ايه؟ وجوب الايه؟ لا لا، الحج الحج ايضا لا يوصف بهذا ولا بذاك، وبيقول لك ومن ذلك ما وقته العمر وتسميته موسعا مجاز، ده لا يسمى أداء ولا قضاء. في المنهج يقول لك ذات شبهين. ممكن كده، هات كده المنهج. لكن أنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا، وإن كان الزمن ضروريا لفعله. ومن ذلك، ويعني ومن ذلك القسم الذي لم يقدر له زمن شرعا، ما وقته العمر. ممكن تقدر تقول ان هو ده يا احمد، ان هو حدد اوله بسن الامكان ولم يحدد اخره على التحديد، وانما حدد اجمالا بوفاته. وتسمية بعضهم لوقته موسعا مجاز. ليه؟ قالوا لأن الواجب الموسع هو الواجب الذي يعرفه الإنسان آخره تحديدا، وهذا لا يعلم آخره تحديدا، فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا، بل يسماهما مجازا. بل هو على سبيل المجاز يسمى إيه؟ أداء، وعلى سبيل المجاز يسمى إيه؟ قضاء. أو يتسمى قضاء لغة، يقول لك فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء. لكن لو أنت عايز تستعمل المجاز، المجاز أمره واسع، لك أن تسميه قضاء ولك أن تسميه أداء اصطلاحا. أما لغة لا، دي اللغة دي قضية أخرى. أو لغة، سميه سيدي لغة إنه أداء أو إنه قضاء، لأن الأداء والقضاء في المعنى اللغوي واحد.